عقد الاتحاد الدولي لألعاب القوى اجتماعا في 17 من هذا الشهر في فيينا، وقرر عدم استئناف عضوية الاتحاد الروسي لألعاب القوى والإبقاء على عقوبة الإيقاف المفروضة عليه، وهو ما يعني غياب الرياضيين الروس عن سلسلة من الفعاليات الدولية الكبرى بما فيها أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي المقرر أغسطس القادم. أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا يوم أمس السبت، قالت فيه إنها تدعم عقوبة الإيقاف المفروضة على روسيا من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ومن المقرر أن تعقد اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا خاصا يوم 21 من هذا الشهر لمناقشة مسألة مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد ريو دي جانيرو. وفي سياق متصل استبعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جون كوتس احتمال التخلي عن عقوبة الإيقاف المفروضة على روسيا وفقا للوضع الحالي.